للعام السادس على التوالي تستضيف دولة الكويت إطلاق فعالية جائزة الإبداع والتميز الإعلاني التي ينظمها الملتقى الإعلامي العربي. وعلى هامش هذه الجائزة انطلقت فعالية الجلسة الحوارية حول صناعة الإعلام والإعلان والتسويق بمشاركة إعلاميين وفنانين مبدعين من الكويت والدول العربية. الإعلام والإعلان والتسويق صناعة متطورة وأساليب حديثة، عنوان عريض يختصر المحاور الأساسية للجلسة الحوارية المصاحبة لحفل جائزة الإبداع الإعلاني التي ينظمها الملتقى الإعلامي العربي للسنة السادسة على التوالي، والتي تتضمن جانبين إعلامي وتكريمي. هذا العام أيضا تم تطوير هذه الجائزة بشكل أكبر لتشمل مجالات أكثر، ندعم ونشجع الإبداع في الكويت ونشجع الإبداع في أيضا الدول العربية. هذا العام تم فتح التسجيل في الجائزة للدول الخليجية والدول العربية أيضا لمن يرغب، وعندنا مشاركات كبيرة، عندنا ضيوف من خارج الكويت أكثر من 30 ضيف. خبراء ومتخصصون في مجال الإعلام والتسويق والإعلان والفن والأدب من الكويت والدول العربية شاركوا في هذه الجلسة، والكل مجمع على أن الإعلام اختلط بالإعلان والتسويق لخدمة هدف واحد هو الجمهور. الملتقى الإعلامي العربي اللي يرأسه الأستاذ ماضي الخميس حقيقة يتيح فرصة طيبة، لأن هذا النوع من اللقاء الثري العلمي اللي يتميز بطاولة واحدة مفتوحة حقيقة يؤدي إلى تبادل الخبرات. الإعلان صار بحد ذاته عبارة عن فيلم سينما مختصر ب30 ثانية أو ب40 ثانية، وهذا أصعب أنواع الأعمال، يعني أنك تختصري قصة ورواية وموضوع وفكرة وتخلي اللي عم بيشوف يرغب بالسلعة اللي عم تعمليها، هذا منتهى الإبداع. يعتبر أنا بعتبره أصعب عمل ممكن يقوم فيه المعلن أنه يعمل فيلم بهذا الاختصار. كل الوسائل الإعلامية والتسويقية باتت متاحة وبسهولة في أيامنا، والمتخصصون باتوا يركزون على الجانب الإبداعي الخلاق في مجال الإعلام والإعلان. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.